لله نشكر اللاعبين على المستوى اللي قدموا اليوم. كانوا الحمد لله بغينا انا باش نحيدوا ديك الصوره اللي ظهروا بها في المباريات الاخيره. كانت عندنا رده فعل الحمد لله في المستوى. فرق ديال 6 نقاط على الصداره. كنظن حتى شي حاجه من المستحيلات في كره القدم. ان شاء الله غادي نحاولوا نتفقوا الحظوظ ديالنا حتى لاخر دوره ما نهبطوش يدينا. كنشكر اللاعبين على القتال والمستوى اللي قدموا اليوم. وكذلك كنتاسفوا كما كنت دائما كنتاسفوا على عدم الحضور ديال الجمهور ديال فريق الرجاء البيضاوي اللي كنعرفوا حنا المساند الاول ديال الفريق. نتمنى ان شاء الله نبقاو في هذه الوتيره هذه وكما قلت غندافعوا على الحظوظ ديالنا حتى لاخر دوره ان شاء الله. كوش اليوم شفنا فريق رجاء مغاير بحال ماشي الرجاء اللي خسرت مع اسيا اللي لعبت اليوم. واش الناس تقتيتي ولا اللاعبين ولا شنو؟ شوف كيمشي مدرب وكيجي مدرب. يمكن كل مدرب يمكن ما كيكونش عنده الزهر وما كتمشيش معاه لا 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 الكره هذه كره القدم. ما نقولوش بان ذهاب المدرب هو اللي خلى اللاعبين انهم يقدموا هذا المستوى، ولكن هما كلاعبين ما كانوش راضيين على نفوسهم في الاونه الاخيره وكانوا عازمين على ان باش يظهروا بواحد الصوره مغايره. والحمد لله كما قلت لك كانت صوره مغايره بالنسبه للفريق. تمكنا باش ناخذوا 3 نقاط وان شاء الله كما قلت غنعاود نقول يمكن الكل كيقول بان البطوله انتهت، ولكن حنا غندافعوا على الحظوظ ديالنا ان شاء الله حتى لاخر دوره ان شاء الله. تابعوا حساباتنا على مواقع التواصل، فعلوا جرس التنبيه واشتركوا في القناه لوماتان سبورتس، نظرة جديدة للصحافة الرياضية.